بسم بسم الله الله الرحمن الرحمن الرحيم. الرحيم. الرحمن الرحمن علم علم القرآن، القرآن، خلق خلق الإنسان، الإنسان، علمه علمه البيان، البيان، الشمس الشمس والقمر والقمر بحسبان، بحسبان، والنجم والنجم والشجر والشجر يسجدان، يسجدان، والسماء والسماء رفعها رفعها ووضع ووضع الميزان، الميزان، ألا ألا تطغوا تطغوا في في الميزان، الميزان، وأقيموا وأقيموا الوزن الوزن بالقسط بالقسط ولا ولا تخسروا تخسروا الميزان، الميزان، والأرض والأرض وضعها وضعها للأنام للأنام فيها فيها فاكهة فاكهة والنخل والنخل ذات ذات الأكمام الأكمام والحب والحب ذو ذو العصف العصف والريحان، والريحان، فبأي فبأي آلاء آلاء ربكما ربكما تكذبان؟ تكذبان؟ خلق خلق الإنسان الإنسان من من صلصال صلصال كالفخار، كالفخار، وخلق وخلق الجان الجان من من مارج مارج من من نار، نار، فبأي فبأي آلاء آلاء ربكما ربكما تكذبان؟ تكذبان؟ رب رب المشرقين المشرقين ورب ورب المغربين، المغربين، فبأي فبأي آلاء آلاء ربكما ربكما تكذبان؟ تكذبان؟ مرج مرج البحرين البحرين يلتقيان، يلتقيان، بينهما بينهما برزخ برزخ لا لا يبغيان، يبغيان، فبأي فبأي آلاء آلاء ربكما ربكما تكذبان؟ تكذبان؟ يخرج يخرج منهما منهما اللؤلؤ اللؤلؤ والمرجان، والمرجان، فبأي فبأي آلاء آلاء ربكما ربكما تكذبان؟ تكذبان؟ وله وله الجبار الجبار المنشآت المنشآت في في البحر البحر كالأعلام، كالأعلام، فبأي فبأي آلاء آلاء ربكما ربكما تكذبان؟ تكذبان؟ كل كل من من عليها عليها فان، فان، ويبقى ويبقى وجه وجه ربك ربك ذو ذو الجلال الجلال والإكرام، والإكرام، فبأي فبأي آلاء آلاء ربكما ربكما تكذبان؟ تكذبان؟ يسأله يسأله من من في في السماوات السماوات والأرض، والأرض، كل كل يوم يوم هو هو في في شأن، شأن، فبأي فبأي آلاء آلاء ربكما ربكما تكذبان؟ تكذبان؟ سنفرغ سنفرغ لكم لكم أيها أيها الثقلان، الثقلان، فبأي فبأي آلاء آلاء ربكما ربكما تكذبان؟ تكذبان؟ يا يا معشر معشر الجن الجن والإنس والإنس إن إن استطعتم استطعتم أن أن تنفذوا تنفذوا من من أقطار أقطار السماوات السماوات والأرض والأرض من من أقطار أقطار السماوات السماوات والأرض والأرض فانفذوا، فانفذوا، لا لا تنفذون تنفذون إلا إلا بسلطان؟ بسلطان؟ فبأي فبأي آلاء آلاء ربكما ربكما تكذبان؟ تكذبان؟ يرسل يرسل عليكما عليكما شواذ شواذ من من نار نار ونحاس ونحاس فلا فلا تنتصران، تنتصران، فبأي فبأي آلاء آلاء ربكما ربكما تكذبان؟ تكذبان؟ فإذا فإذا انشقت انشقت السماء السماء فكانت فكانت وردة وردة كالدهان، كالدهان، فبأي فبأي آلاء آلاء ربكما ربكما تكذبان؟ تكذبان؟ فيومئذ فيومئذ لا لا يسأل يسأل عن عن ذنبه ذنبه إنس إنس ولا ولا جان، جان، فبأي فبأي آلاء آلاء ربكما ربكما تكذبان؟ تكذبان؟
يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وأبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رد
وخرجت الأرض غجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يفوف عليهم بلدان مخلدون بأكباب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينصفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا غربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين أصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين
على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم.